طيب إذا أول أحد دوائر المشهورة جدا هي الانفيرتينج كونفيجريشن أو انفيرتينج أمبليفاير. هلا إحنا أخذنا الأوب آم. أنا كان عندي هو أوبن وكنا نقول أوبن لوب جين، أنا ما بدي إنفينيت، إنفينيت ملوش معنى. أنا راح أحط ريزيسترز بحيث إنها تعمل نيجاتيف فيدباك، والنيجاتيف فيدباك راح يغير هذا الجين اللي كان موجود عندي من هون. إذا نشوفوا شو راح نعمل الآن. هاي أبسط دائرة من الدوائر هذا. هاي عندي هون هاي في أوت وهذا في إن. V out V in. خلينا نسمي هذه R1 ونسمي هذه هون R2. هلا هذا قديش المفروض المقاومة بين هذول التو تيرمينالز؟ انفينيتي. حطها بخط مقطع، في عندي مقاومة هنسميها R1. احنا بنقول انه R in approaches infinity او approximately equal to infinity. هلا في اول شيء قبل ما نكمل، في كونسبت اسمه الفيرتشوال جراوند. كلمة فيرتشوال في اللغة شو معناها؟ تخيل احنا جايبينها من الاوبتكس من اللينزز. فيرتشوال يعني هو تقريب، هو مش بالضبط بس تقريبا قريب على شيء. فهاي النقطه لاحظوا هذا مشبوك بالجراوند مظبوط، هاي النقطه بنسميها فيرتشوال جراوند. خلينا نشوف ليش فيرتشوال جراوند. اذا انا عندي مقاومه ما بمر فيها، لو عندي مقاومه هون مقاومه هون مقاومه هون، الى اخره. هاي المقاومه ايش الفرق بالفولتج بين هاي النقطه وهاي النقطه اذا فيش كرنت عماله بمر فيها؟ زيرو. اذا اي مقاومه مهما كانت قيمتها اذا ما في كرنت بمر فيها الفولتج عبرها زيرو، وصفى الفولتج عند النقطه هاي في 1 بيساوي الفولتج عند النقطه هاي في 2. هلا احنا هون راح نقول انه الكرنت اللي ماشي هون في هاي قليل جدا، مهمل صغير جدا. إذا المقاومة قد ما كانت قيمتها، إذا الكرنت اللي ماشي فيها مهمل، إذا الفولتج دروب عبرها قديش؟ زيرو. تقريبا زيرو، إذا صفت هاي النقطة هي نفس هاي النقطة. لكن نرجع احنا طبعا من 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 بنلعب على الطريقتين، نيجي بنقول لأنها مقاومة كبيرة جدا ما راح يمر فيها كرنت، فالكرنت لما إذا إجا كرنت من هون وين راح يروح؟ كمل راح يكمل من هون. إذا عندي الكرنت اللي داخل هون راح أسميه I1، راح أعتبر إنه كله بينزل من هون. طيب خلينا نطلع على هذه الان. هلا نشوف شو بصير في هاي الكونفيجريشن. عندي في انبوت، في انبوت ممكن احطها از فانكشن اوف تايم، فكمان كاني بدل لك انها ايش؟ متغيره، او ممكن احطها في انبوت بدون فانكشن اوف تايم كاني عمالي بقول لك انها كونستنت. فانا لو جيت قلت هلا الان اي 1 اوف تي شو بتساوي؟ بتساوي في انبوت اوف تي على ار 2. ليش عملت هيك؟ عشان الفيرتشوال جراوند. تمام اشكرك. احنا هون عم نقول هذه جراوند، هاي جراوند جراوند حقيقيه مش فيرتشوال، هاي ريل جراوند مظبوط. هاي النقطه الفولتج تبعها قلنا هو نفس هاي النقطه لانه هذا الريزستر مش حيمر فيه كرنت، فاعتبرنا انه الفولتج هون هو نفس الفولتج هون، فنشا عندي الكونسبت تبع الفيرتشوال جراوند. يعني هون نحط اذا بدك بي جي، لانه هذا فيرتشوال جراوند الفولتج عنده كانه مساوي للزيرو. صفى شو الفرق؟ الفرق بالجهد بين هاي النقطة وهاي النقطة هو نفس الفرق بالجهد بين هاي النقطة وهاي النقطة مظبوط. إذا الكرنت اللي راح يمر في R2 هو VI على R2 راح يعطيني هذا الكرنت مظبوط واضح. الكرنت هذا لما بيجي عند النقطة هاي الكرنت اللي بيمشي هون زيرو، فحسب كيرشوفس كرنت لو راح يكمل كل الكرنت هذا ويكمل من هون. هلا خليني اطلع على V out as a function of time وعندي R1. هذا الكرنت اللي هو I1 of T راح يمر في اي ريزستر؟ R1. R1. الفولتج الاوتبوت قديش راح يكون علاقته ب I1؟ I1 في R. I1 في اشارة ناقصة. ماينس. ماينس لأنه المقاومة لما تدخل الكرنت لما يدخل مقاومة محل دخوله بيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف بالنسبة له؟ بوزيتيف. بوزيتيف. إذا هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف بالنسبة لهذا، بس هذا جراوند، إذا هذا ايش راح يكون؟ نيجاتيف. مضبوط؟ نيجاتيف واضح؟ إذا V out of T بتساوي ماينس، الماينس اجت من فكرة إنه الكرنت داخل من هون هيك. بصير فولتج دروب، مش إحنا بنقول دروب بصير، إذا الفولتج هون راح يكون أقل من الفولتج هون. إذا V out بتساوي I1 of T مضروبة في R1، بس I1 of T شو بتساوي؟ VI على R1. VI of T على R2 R1 وتساوي R1 على R2 في ماينس V.
إذا V out of T إيش علاقتها ب V input of T؟ نيجاتيف إشارتها معكوسة والماجنيتيود تبعها كبر بمقدار R1 على R2. إذا أنت الآن استخدمت الأوب أمب قررت شو المقامات اللي أنت بدك تستخدمهم من هون، إحنا فعلياً عملنا هون فيدباك، نوع من الفيدباك مضبوط؟ نيجاتيف فيدباك عملنا هون فنزلنا الجين، الجين قديش كان في الأوبن لوب؟ إنفينيتي. إيش صار الجين في الكلوز لوب؟ R1 على R2 مع الماينس طبعاً، الماينس هاي دائماً نتذكرها لأنك لو عامل ستيجز من هون بدك كل مرة راح ينضرب في ماينس. فإذا بدك تأكد بدك تأكد إنه الإشارة تبعتك صحيحة ولا لا، هاي بنسميها الانفيرتينج كونفيجريشن. بس في عندي مشكلة هون أنا أهملتها، خلينا نطلع عليها. هلا هون عندي أنا بضل أقول الكرنت زيرو بعدين برجع بقول لا هو صغير جدا، معلش فيكم تحملوا الكرنت هون بمر كرنت صغير صغير جدا، بس هذا ممكن يكون بالنانو أمبير ليكج كرنت. إحنا أهملناه لغرض الآي 1 أهملناه. هذا الكرنت لما يمر من هون راح يعطيني فولتج عبر هاي المقاومة حتى أقدر أتخلص من أثره. بدي ما يصير في عندي يصير يعني المقاومة اللي مشبوكة من هاي النقطة للجراوند بدها تكون مساوية للمقاومة اللي مشبوكة من هاي النقطة للجراوند عشان أعمل بالانسنج للسيستم، وإلا رح يصير هذا هو نفسه رح يعطيني أوفست. قديش المقاومة اللي هلأ مشبوكة من هاي النقطة للجراوند؟ زيرو. قديش المقاومة اللي مشبوكة من هاي النقطة للجراوند؟ في عندي هاي المقاومة. طبعا انا بدي اعمل اللي بنعمله احنا دائما في السيركت. شو بنعمل بالسيركت بالسورسز؟ كل ذا سورس. ايش يعني كيلينج ذا سورس؟ اذا كانه كارنت فولتج سورس شو بعمل فيه؟ شورت. بستبدل كيلينج ذا سورس مينز ريبليسينج ذا سورس وذ اتس انترنال ريزيستنس. الفولتج سورس ايش الانترنال ريزيستنس تبعته؟ زيرو. الكارنت سورس ايش الانترنال ريزيستنس تبعته؟ انفينيتي. اذا كيلينج ا سورس معناها ببدل هاد بشورت سيركت وبدل هاد في اوبن سيركت. هذا كيلينج ذا سورس. اذا خلينا نطلع هون، لو عندي انا فولتج سورس من هون، هذا عباره عن فولتج سورس مش كارنت سورس مزبوط. اذا بستبدله بالانترنال امبيدنس تبعته قديش وين بيصير هذا؟ على الجراوند. على الجراوند. طيب نيجي نطلع هذا، هذا بايش مشبوك؟ هلا هذا اوتبوت ما فيش عندي من هون، بس داخليا هون ايش عندي؟ الفولتج سورس وعندي مقاومه مهمله هون والجراوند. اذا بدلته بالهاي شو بصير؟ اذا بدلته بشورت سيركت رح يصير عندي هذا R2. إذن صار R1 و R2 شو صاروا؟ أنا عارف إنه غريب بس هو فعلاً R1 و R2 بالنهاية مشبوكين in parallel مع الجراوند بين النقطة هاي. بعد ما إيش عملنا؟ killing. لما عملنا killing للsources صارت هاي المقاومة كان عم بلاقي الثيفنين. الثيفنين equivalent لهاي النقطة. لو بطلع عليها من هذا الاتجاه بلاقي الثيفنين equivalent. طبعاً هون صار عندي R1 in parallel مع R2. إذا هلا هون السؤال، إذا بدي المقاومة من النقطة هاي للجراوند تكون مساوية للمقاومة للنقطة هاي للجراوند، إيش بدي أحط مقاومة هون بين هاي النقطة والجراوند؟ R1 in parallel مع R2. هل هذا رح يأثر على الجين؟ هل رح يخرب لي الجين الأصلي؟ ليش؟ مشبوك على الجراوند ما في كرنت. تمام، هاي مزبوط أنا ضفت مقاومة جديدة، ما هي أصلاً كانت مقاومة كبيرة جداً، ضفت لها مقاومة. ما دام انا قلت انه الكرنت فيهم زيرو او مهمل جدا، اذا الفولتج دروب هون زيرو هون زيرو، فضلت هاي ريل جراوند، هاي ضلت فيرتشوال جراوند، وهاي ضلت فيرتشوال جراوند. فالاسامبشنز الاصليه اللي انا عملتها ما تغيرت، ضل عندي هون في اي على ار او في اي على ار او في اي على ار، بعطيني في اي على ار 2 اعطاني اي 1 واي 1 رد نفس الشيء كمل هون اعطاني. اذا ضلت هاي النتيجه تبعت الامبليفيكيشن صحيحة. إذا هاي نسميها inverting amplifier أو inverting configuration، واستعمل فيها بس مقاومتين من هون R1 و R2 حتى يعطوني الامبليفيكيشن. اطفي يا محمود. ماشي، في أسئلة على هاي الامبليفيكيشن؟